أطباء في البصرة تحت طائلة التهديد والملاحقات العشائرية لأسباب يعود بعضها إلى الأخطاء الطبية وأخرى إلى حالات وفيات بسبب المرض لا تقصير فيها من الطبيب. تتكرر التهديدات للطب والأطباء، وهذا ما حصل مع الدكتور زكي عبد السادة مؤخرا. كثيرا تعرضت إلى تهديد، تعرضت إلى دفع فصل عشائري، ويعني هاي الأمور كل الأطباء إذا مو نسبة 90% من الأطباء تعرضوا إلى هذا الأحداث. إذا حدث خطأ طبي ما يلاحق الطبيب عشائريا وتنقلق عيادته ويكتب عليه أنه لازم يعطي دية وفصل ومطلوب دم ومن هذه الإشكالات الكبيرة، فلذلك الطبيب بدأ يترك البلد يهاجر. ومن الأطباء من باتوا يتحاشون إجراء العمليات الجراحية المعقدة تجنبا للمشاكل وخوفا من التهديدات، ما زعزع الأمن في بيئة عمل الكوادر الطبية. البيئة هي مو كلش أمينة، أكيد أنه لا زال هناك جانب من الضغط على الطبيب. إحنا مو كل العمليات نقدر نسويها براحتنا، دائما أكو حذر وتوجس خيفة من الموضوع. وفي إطار منع الاعتداء المتكرر على الطواقم الصحية، وجهت وزارة الداخلية بنشر عناصر الأمن داخل ردهات الطوارئ في المستشفيات، لكن الأوساط الطبية تعد هذا الإجراء غير كاف وتحذر من الهجرة بسبب العنف. يعني مو بس الأطباء، حتى أساتذة الجامعة جاي يهددون من قبل طلاب ومن قبل عشائر الطلاب أيضا. عشائرنا الكريم اللي تسوي دقات عشائرية على الأطباء أو الجهات الظلامية اللي واقفة خلف اغتيالات الأطباء، وين تريد توصل العراق؟ هل يريد يعني يفرغون العراق من الكفاءات الأمنية ومن الأطباء؟ الشعب العراقي وين يروح بعد يتعالج؟ يذكر أن قانون حماية الأطباء يعاقب المعتدين على الكوادر الطبية أو من يهددهم بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 10 ملايين دينار. تفعيل القانون لحماية الكوادر الطبية يعد عاملا أساسيا في الحد من لغة التهديد والاحتكام إلى العشائر بدلا من القضاء في حسم القضايا التي يدعي فيها المرضى تضررهم من الأطباء. سعد قصي، UTV، مدينة البصرة.